يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة النهاردة، عندنا فيها تفاصيل وأخبار كتير جدا على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا، وقبل كل ده كل ما يخص ويتعلق بجديد نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر التطورات والتفاصيل هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة. كالعادة مهم جدا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو سؤال بيتعلق بشكل الدوري الجديد والتصور من وجهة نظر حضراتكم للشكل الأنسب لتجنب موسم استثنائي بيتكرر للمرة مثلا ايه العشرين في تاريخ الدوري المصري. احنا يعني كل سنة نقعد نقول ايه موسم استثنائي ده هيخلص ويعني الدنيا تمشي بشكل طبيعي وكلام من ده، فبالتالي في أكتر من مقترح لشكل الدوري في الموسم الجديد في ظل الارتباطات الدولية الكثيرة سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، وهشرح لحضراتكم كل التفاصيل في الجانب ده تحديدا في الفقرة الأولى من الحلقة. فمستني تصورات حضراتكم من خلال تفاعلكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تعليق حضراتكم كما هو المعتاد في الجزء الأخير من الحلقة. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، نشوف يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته اليوم. وفي الترند المحلي، الخميس حسم الشكل الجديد للدوري. أما في الترند العالمي، كلوب يعلن قادة ليفربول الست. تفاصيل وعناوين كلها مهمة هنتكلم فيها بشكل مفصل لاحقا في أجزاء مختلفة من حلقة النهاردة، لكن خليني أقول لحضراتكم أبرز وأهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات، لأن احنا النهاردة الاثنين فهتلاقي عدد المباريات أقل، بيبقى في أوروبا في الغالب دايما بيبقى السبت والحد هما اللي فيهم معظم المباريات، فبالتالي في الدوري الإنجليزي النهاردة مباراة وحيدة لختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة هتكون مهمة تحديدا لبرايتون اللي هيلاعب كريستال بالاس في ملعبه. المباراة هتكون في تمام الساعة 9 مساء. لو برايتون كسب النهاردة يتصدر الدوري بشكل استثنائي في الحقيقة في ظل الموسم المميز اللي ابتدوه حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وهيبقى بيفرق عن ليفربول بنقطة وحيدة. ليفربول عنده 14، لو كسب برايتون النهاردة وأعتقد هتبقى فيها صعوبة شوية لأن كريستال بالاس على ملعبه كويس جدا، فلو كسب برايتون يبقى 15 نقطة، فبالتالي هي مباراة مهمة جدا ومهمة كمان ل عشاق الفانتازي بكل تأكيد. يعني خلينا كمان نروح لمباريات الدوري الأسباني، مباراة أيضا وحيدة النهاردة في تمام الساعة 9 مساء ما بين سيلتا فيجو وغرناطة، ده بخصوص الدوري الأسباني. أما بخصوص الدوري الإيطالي فأيضا مباراة وحيدة النهاردة في تمام الساعة 9 إلا ربع ما بين فينيسيا وتورينو، مباراة أيضا مهمة. دي أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات الأوروبية. تمام، خلينا بقى نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في الجانب المحلي الأول قبل ما نطمن على النادي الأهلي واستعداداته واستئنافه للاستعدادات دي للمرحلة الهامة المقبلة، فهنتكلم في الشأن المحلي وكل ما يتعلق بالأشكال المتوقع حدوثها في الموسم الجديد بخصوص الدوري العام تحديدا في ظل ضغط المباريات وفي ظل كمان قرار امبارح بخصوص كاس الرابطة، فالتفاصيل كلها هتكون معانا وهنشرح لحضراتكم واحدة واحدة الأمور هتبقى ماشية ازاي في الموسم الجديد، بس بعد الفاصل استنوا. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني الكلام الفترة دي كتير جدا جدا وآراء مختلفة بشكل كبير بخصوص شكل الدوري في الموسم الجديد، وليه الكلام في الجزئية دي كتير تحديدا؟ لأن الارتباطات السنة الجديدة دي أو الموسم الجديد مليئة بالأجندات الدولية، سواء بتتعلق بمنتخب مصر الأول، تصفيات كأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية، البطولة العربية، كل هذه الأمور، وأيضا فيما يتعلق بالأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، وكمان فيما يتعلق بالنادي الأهلي ومشاركته في كأس العالم، فبالتالي الأجندة مضغوطة. يعني عندك فترات توقف كتير قوي 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 هتعطل الدوري الطبيعي بشكل كبير. انا لسه مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ايه الشكل اللي ممكن يتم اختياره. اجتماع يوم الخميس لرابطه الانديه في مصر هي اللي هيتخذوا من خلالها القرار بعد ما يجتمعوا ممثلي الانديه المختلفه، وهيشوفوا القرار الانسب ايه وهيتم اتخاذه. انا مش عارف اليه اتخاذ القرار هتكون ازاي، لكن في نفس الوقت
هيراعوا المصلحه العامه اللي بتتعلق بكل الانديه، لان اكيد هيبقى في اعتراضات بالتحديد للانديه مثلا اللي بتشارك لاول مره في بطوله الدوري، بيقول لك لا انا ممكن العب دوري من دور واحد فانا مش ضمان، يعني لسه ما عنديش خبرات الدوري الممتاز، ففرص ان انا ابقى موجود في الدوري هتبقى صعبه رغم ان هم عندهم امكانيات كبيره. ممكن البعض الاخر اللي ما جهزش نفسه بشكل كويس يعترض، ممكن البعض الاخر يوافق اللي يكون عنده ارتباطات كتير جدا على المستوى الافريقي مثلا. فمواقف الانديه في البعض اعلن مواقفه، وفي مثلا الاهلي لسه ما اعلنش مواقفه هيكون ايه، بيدرس الموضوع بشكل كامل. بالتالي انا عايز اشرح لحضراتكم كل الامور والكواليس اللي بتتعلق بالملف ده، لان الملف ده يهمنا. ليه يهمنا؟ لان بنتمنى ان احنا في يوم من الايام نلاقي الدوري ماشي على غرار المواعيد والارتباطات اللي بتحصل في اوروبا. يعني مثلا في اوروبا انت بتبقى عارف الدوري هيبتدي امتى وهيخلص امتى، واجازه اللعيبه لمده شهرين مثلا او شهرين ونص، وبعد كده تستأنف الدوري الجديد. الامور ماشيه بشكل منظم جدا. هنا بقى لنا كذا سنه الدنيا ماشيه بشكل استثنائي، الدوري ماشي بشكل استثنائي، فنفسنا في يوم من الايام نلاقي الامور طبيعيه والمواعيد ثابته، مفيش تعديلات كتير، مفيش مشاكل كتير زي ما هو بيحصل. اللي زاد كمان في الموسم الجديد كاس الرابطه اللي اقرته رابطه الانديه المحترفه، قال لك هنعمل كاس رابطه الانديه، وكمان اعلنوا امبارح ايه بشكل غير رسمي ان هيبقى توقيته ومواعيده في فتره الامم الافريقيه، بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي لسه الامور مش واضحه قوي. لكن خليني اعرض لحضراتكم فترات التوقف في الموسم الجديد عشان نبقى ايه متابعين مع بعض كده لحظه بلحظه ايه اللي هيحصل في الموسم الجديد وفترات التوقف هتكون ايه. تعالى كده في البدايه تصفيات كاس العالم اللي بيشارك فيها منتخبنا الوطني، اللي باذن الله نتمنى له كل التوفيق ان هو يوصل كاس العالم. قدام حضراتكم على الشاشه الجولتين الخامسه والسادسه هيكونوا من يوم 11 ليوم 16، اللي هو هيبقى عندنا مواجهه مين؟ انجولا والجابون، اللي هم اخر جولتين في التصفيات اللي هي التصفيات الاوليه. هتيجي بقى الدور الختامي اللي هو التصفيات النهائيه او المباراه النهائيه اللي هتتلعب ذهاب واياب كده على غرار مباراه مصر وغانا لو تفتكروا في كاس عالم تصفيات كاس عالم 2014، وهيكون ميعاده من امتى؟ 21 ل 29 مباراه ذهاب واياب، 21 ل 29 مارس، فادي فتره توقف اخرى. حلو، يعني نوفمبر وعندك مارس. بعد كده عندك كاس العرب، كاس العرب ده هيكون من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر. دي بطوله انت مش عارف اصلا انت هتشارك بالمحترفين ولا لا، هي يعني الفيفا اقرها كل حاجه، بس في اعتقادي الشخصي هيكون صعب ان انت تجيب المحترفين، فبالتالي هتشارك بالمحليين بس، فبالتالي الدوري هيقف يعني ما فيهاش هزار، مش هتلاقي حد يلعب الدوري هنا، هيبقى صعب ان الدوري يتلعب، فادي فتره توقف اخرى. واخد بالك من كام؟ احنا لسه ما كملناش كمان. تعالى بقى على كاس العالم للانديه، الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه وده طبيعي، يعني اللي بياخد دوري ابطال افريقيا بيكافئ انه يشارك في كاس العالم للانديه، لان بنسمع بعض الاصوات يقول لك اصل الاهلي السنه اللي فاتت اتوقف له 50 يوم ماتشات دوري، ما لعبش دوري خالص، وتغفلوا تماما مشاركه الاهلي الافريقيه مثلا ووصوله للمباراه النهائيه وفوزه بالبطوله من ثم تاهله لكاس العالم. حاجات كلها الناس ما بتاخدش بالها منها، مش معقول الاهلي هيوصل كاس العالم ونخلي فريق ثاني يشارك يعني عشان الدوري يكمل. فبالتالي كاس العالم حتى الان خلي بالك الميعاد المعلن هيكون في ديسمبر 2021 حتى الان، وده وارد وقابل للتغيير تمام. والدوله المستضيفه لسه ما تمش تحديدها، بيقال ان الامارات خلاص قربت ان هي يعني تستضيف البطوله لكن لسه بشكل رسمي ما حصلش، فهيبقى على حسب كمان الدوله المستضيفه بعد طبعا ايه انسحاب اليابان. كمان كاس السوبر الافريقي ده ماتش الاهلي والرجاء في كاس السوبر، ميعاده المعلن حتى الان او المبدئي حتى الان هو ديسمبر في 2021، ولسه الموعد قابل للتغيير انتظارا لمواعيد ايه كاس العالم للانديه، لان لو كاس العالم للانديه هيبقى في شهر 12 فبالتالي مش هتلعب كاس السوبر في شهر 12، الا لو كاس العالم للانديه هيبقى متاخر في الشهر ده او في النص الثاني من الشهر ده، فانت ممكن في النص الاول يكون في ماتش السوبر، يعني لسه المواعيد مش متحدده بشكل نهائي. فبالتالي فترات توقف كتير جدا. تعالى بقى لكاس الامم الافريقيه، نخش بقى ايه علينا وعليكم خير كده باذن الله في 2022. كاس الامم الافريقيه بيشارك فيها منتخبنا الوطني، يا رب ان شاء الله يكون موفق ويجيبوا لنا البطوله، هتكون في الفتره ما بين 9 يناير ل 6 فبراير. فادي عندك ايه؟ حاجه و20 يوم توقف دولي، وقبل الحاجه و20 يوم ده اكيد المنتخب هيبقى عايز معسكر
اسبوعين ثلاثه، وممكن كيروش كمان يقول لك شهر عشان يعد اللعيبه بشكل كويس، بتحديد اللعيبه المحليين في انتظار انضمام المحليين في المحترفين في ميعادهم. فبالتالي برضو فتره توقف كتيره. كل ده انت ممكن يكون لما توصل المرحله دي يكون مثلا الدوري اتلعب ايه اربع خمس ماتشات بكتير، انت متخيل؟ فهيبقى في صعوبه كبيره جدا. طيب بطولات افريقيا للانديه، انت احنا كده ما خلصناش، انت كده لسه عندك بقى ايه؟ عندك الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري هيشاركوا في البطولات الافريقيه. ففي حاله تاهلهم لدور المجموعات، فبالتالي هتلاقي ايه؟ هتلاقي الجوله الاولى والجوله الثانيه والثالثه هيتلعبوا في شهر واحد اللي هو شهر فبراير، يعني شهر فبراير ده هياخد ثلاث جولات، هيضغطوا البطوله، انت متخيل معايا؟ هيضغطوا البطوله عشان عايزين يخلصوها في شهر خمسه، هاجي لك في المواعيد دلوقتي. فالجوله الاولى هتكون يوم 11 فبراير، الجوله الثانيه 18 فبراير وراها على طول، الجوله الثالثه 25 فبراير وراهم على طول، وبعد كده تخش في مارس تبتدي يوم 11، الجوله الرابعه 18، الجوله الخامسه واول ابريل على طول الجوله رقم 6. فالبطولة مضغوطة، فكل ده هتلاقي مثلا الأربع أندية اللي بيشاركوا أفريقيا صعب إن هم يشاركوا في الدوري. الماتش كل فين وفين. تمام؟ تمام. لو بإذن الله تأهل أندية مصرية لربع النهائي، فهيبقى ربع النهائي ميعاده إمتى؟ 15 إبريل ذهابا و20 إبريل إيابا. مستحيل يبقى في ماتش في النص طبعا، فرق خمس أيام. وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي كمان متأهل للنصف النهائي، فهيبقى عندك يوم 6 مايو ذهابا والإياب يوم 13 مايو في شهر 5 عشان تلعب النهائي. يا رب يكون الأهلي طرف في النهائي ده يوم كام؟ يوم 29 مايو. وبعديهم في توقف دولي من 30 مايو لإيه؟ ل 14 يونيو. فكم كبير جدا جدا من التوقفات. أنا عرضت لحضراتكم التوقفات في الموسم الجديد بشكل مفصل عشان تبقوا يعني عارفين كل التفاصيل اللي تتعلق باللي مخلي الناس ان هم ازاي بيفكروا في شكل الدوري للموسم الجديد. ففي صعوبه ان الدوري يبقى طبيعي، في صعوبه طبقا للحاجات اللي احنا عرضناها لحضراتكم دي. ليه بقى؟ وانا هقول لحضراتكم التلات اشكال المقترحه اللي عرضها عامر حسين المسؤول على المسابقات اللي موجود في رابطه الانديه المحترف. عرض تلات تصورات، وهقول لحضراتكم كل تصور لو اتنفذ يخلص امتى الدوري. فنبتدي بالتصور الطبيعي، التصور الاول، الشكل الاول اللي ممكن الدوري يبتدي من خلاله، وانا بعتقد ان ده هيكون صعب. الله اعلم بقى قرار الانديه يوم الخميس هيكون ايه بالتنسيق مع الرابطه. فبالتالي التصور الاول الدوري يكون طبيعي بنظام الذهاب والاياب زي ما احنا متعودين على الدوري كده عندنا، ذهاب واياب. تمام؟ وفي التوقيت ده او في حاله او في الحاله دي ينتهي الدوري امتى؟ يوم 24 اغسطس. يعني الدوري تقريبا هيقعد ايه؟ سنه الا شهرين، لان انت هتبتدي 25 اكتوبر تخلص في نهايه اغسطس، فمعاك ايه 10 شهور الدوري، فدي فتره كبيره يعني هتفضل برضو ضاغط على نفسك في المواسم اللي بعد كده. ده في حاله لو الدوري مشي بشكل طبيعي. طب التصور الثاني اللي بيتكلم فيه البعض قال لك يا جماعه احنا نشوف حل ونعمل دوري من مجموعتين. الدوري من مجموعتين ده عباره عن ايه؟ عباره ان انت هتقسم الأندية المجموعتين. تمام؟ يبدأ يوم 25 أكتوبر وينتهي في يوليو. أنت كده قللت شهر، بدل ما في الطبيعي تخلص في آخر أغسطس هتخلص في يوليو. وهيبقى الشكل عامل إزاي؟ يبقى بنظام الذهاب والإياب كل مجموعة، وتاخد المراكز الأولى في كل مجموعة يلعبوا دوري، اللي هم مثلا ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا، أول ثلاثة من هنا وأول ثلاثة من هنا، بقى ست فرق يلعبوا دوري مع بعض ذهاب وإياب، واللي يكسب بعدد النقاط هو اللي ياخد البطوله. وفي نفس الوقت يتحدد الهبوط ازاي. اخر فريق في كل مجموعه، اخر فريق في كل مجموعه لو في حاله ان الدوري مجموعتين، اخر فريق دول هنا وهنا، دول خلاص نزلوا درجه ثانيه. طب الثالث مين اللي هينزل؟ هتاخد الفريق اللي قبل الاخير من هنا والفريق اللي قبل الاخير من هنا، ويتلعب ما بينهم ماتش فاصل او ماتش ذهاب واياب يحدد مين اللي ينزل. او اعتقد هيكون فاصل اكتر يعني، لان صعب يتعمل ذهاب واياب. فبالتالي انت قللت عدد المباريات شويه. يعني انت لو في الدوري الطبيعي هتلعب 34 مباراه اللي هو الدوري ذهاب واياب عادي كل الفرق مع بعض. لو دوري مجموعتين انت هتخلص في يوليو، وقللت عدد الماتشات بحد اقصى 26 مباراه. حلو حلو. الاقتراح الثالث او التصور الثالث ان هو يكون دوري بدور واحد،
ان خلاص ما فيش مجموعتين ولا حاجه، يبقى الدوري كله الفرق كلها تلعب مع بعض بس ماتش واحد بس، ما فيش ذهاب واياب، تمام. وفي الاخر يبقى في اول 10 فرق في الترتيب بعد المباراه الوحيده اللي هتتلعب ما بينهم دول هيلعبوا دوري ذهاب واياب ويتحدد من خلاله البطل، والثمانيه اللي في الاخر هيلعبوا دوري يتحدد من خلاله ايه الثلاثه اللي يهبطوا. في الحاله دي انت هتخلص برضو في يوليو وهتبقى قللت عدد الماتشات ل 24 ماتش متساويه لكل الفرق، هتلعب نفس العدد. فدي الاشكال المختلفه او المقترحه من قبل رابطه الانديه، واللي في انتظار يوم الخميس ياخدوا فيها قرار عشان نشوف شكل الدوري الموسم الجديد هيكون عامل ازاي. احنا عارفين القرعه خلاص هتبقى في اول اكتوبر، يوم 5 اكتوبر بشكل شبه نهائي، وبعد كده بقى تعرف شكل الدوري هيكون عامل ازاي، بحيث او القرعه هتتعمل بعد ما تعرف الشكل، لان انت يوم الخميس الجاي تعرف اسلوب او شكل الدوري للموسم الجديد. نتمنى كل التوفيق اليوم في كل الاحوال ان يتم الاستقرار على تصور مناسب لموسم جديد، نراعي فيه التوقفات الدوليه الكتير جدا جدا، وفي نفس الوقت نتجنب فيه المشاكل اللي قابلتنا قبل كده، وفي نفس الوقت نحاول نعالج لما هو بعد هذا الموسم عشان الامور تمشي في توقيتاتها الطبيعيه زي ما بنشوف في العالم كله. ده شرح مبسط لهذا الملف. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الامور الاخرى، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. فيما يخص ويتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته للمرحله المقبله، وبالتحديد اول تحدي بالنسبه للنادي الاهلي مباراتي دور ال 32 الذهاب والاياب مع بطل النيجر باذن الله في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي طبعا حامل اللقب فيها لمده موسمين متتاليين. فالكلام هيكون كتير في الجزئيه دي، والاستعدادات مهمه جدا. بس انا عندي تعليق صغير والنبي عشان خاطري كده عايز اتكلم فيه بشكل سريع، لان احنا اول امبارح سمعنا ان الاهلي بيفاوض جروس، وان موسيماني هو مش ايه، بتلاقي ناس كتير جدا خلاص بتعتبر ان موسيماني ماشي وده امر غير حقيقي ومش هيحصل، وموسيماني هيبتدي الدوري مع الاهلي. خلاص انا بقول لحضراتكم اهو، لان مفيش ما يدعو لرحيل موسيماني، والاهلي احنا عارفين السياسه بتاعته، مش عشان خسر بطوله او اتنين بظروف معينه يبقى انا امشي الراجل، لا مش الاهلي، صعب صعبه يعني، الا لو بقى حاجه طارئه حصلت يعني. تمام. امبارح بقى الكلام على مين؟ كلام غير منطقي، وانا يعني بيصعب عليا جدا جدا بعض الاعلاميين مع كامل الاحترام والتقدير ليهم ان هم ينجروا ورا كلام الوكلاء. قال لك كارتيرون الاهلي فاوضه وعايز يرجع. كارتيرون الاهلي مشي اساسا، هو مدرب كويس وكل حاجه وراجل مدرب مميز في الحقيقه، لكن الاهلي مشي اساسا، هيفكر ان هو يرجعه وهو معاه مدرب جايب له بطوله دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض وجايب له سوبر افريقي وماشي بشكل كويس؟ فكلام غريب جدا. بزعل قوي لما اشوف اعلاميين مميزين بيجروا ورا كلام الوكلاء. كل وكيل بيبقى عايز يعلي المنتج بتاعه، بيعليه ازاي؟ عشان تعلي المنتج ده اربط اسمه، حط اسمه كده جنب اسم النادي الاهلي، فهتلاقي الكلام كتير جدا. فدي مصلحه الوكلاء، فده كلام غريب بالنسبه لي. فهتسمعوا الكلام ده كتير، وكل مدير فني واسماء مختلفه، وهيطلع في الاخر كلام غير صحيح بالمره، فقلت ارد على الجزئيه دي تحديدا عشان اوضح لحضراتكم كل الامور. نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش، بخصوص طبعا استئناف النادي الاهلي لتدريباته بعد اجازه امبارح وبعد الفوز والتفوق على انبي في دور 16 من بطوله كاس مصر، عشان نطمن من خلاله على كل الكواليس. يا شريف اهلا بيك. اهلا بك زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. موسيماني موجود ولا لا في التمرين عندك؟ انا امبارح سمعت كارتيرون، واول امبارح جروس زي ما بتقول، بكره نسمع كروشيا، الله اعلم. يعني الناس بتفتي كتير قوي، بيتكلموا كتير قوي، والاهلي في مكان لوحده خالص، الاهلي مستقر، موسيماني من خلف في المران بيقود المران. اللي يعرف النادي الاهلي كويس يعرف ان النادي الاهلي ما عندوش الحاجات اللي عند الانديه الاخرى. الاهلي مستقر في مجلس ادارته، في اجهزته الفنيه، الكل بيعمل على حصد الالقاب اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. فخلي اللي يتكلم نركز احنا في بطولاتنا، وباذن الله نحصد كل الالقاب الفتره المقبله باذن الله. لكن دورنا في نفس الوقت ان احنا نوضح الامور دي للجمهور، عشان ممكن البعض ينجر وراء هذه الاخبار الخاطئه بكل تاكيد. طيب شريف، طمني على التدريبات النهارده واهم ملامح المران واهم الكواليس اللي عندك.
يمكن المران بدأ في الرابعه والنصف عصرا، يمكن مستر بيتسو موسيماني والكابتن سامي قمصان ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلموا مع اللاعبين عن اهميه المرحله المقبله، بدايه البطوله الافريقيه اللي هتكون 15/16، والمعلومه اللي عندي ان المباراه هتكون يوم 16، والتركيز في المران من اول اليوم الى الستارت في البطوله الافريقيه، وطبعا المحافظه على اللقب الغالي لكل جماهير النادي الاهلي هو اللقب الغالي البطوله الافريقيه. يمكن الاهلي بيتحرك بدري في كل الملفات، الجهاز الطبي شاطر جدا عندنا، يمكن بعد الرجوع من معسكر اسكندريه وعقب مباراه انبي كان بالليل قبل مغادره اللاعبين الى المنازل كان على طول تلقي المصل الخاص بكورونا ومصل من جرعه واحده. يمكن كده كل فريق النادي الاهلي، الجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي واللاعبون، الكل حصل على المصل طبعا عشان خاطر السفريات في الفتره المقبله، وربنا يحمي كل العالم من وباء كورونا. النهارده بقى سالت الدكتور احمد ابو عبله عن بيرستاو قال لي بعتنا ايميل للمنتخب جنوب افريقي يعني اتكلمنا عن حاله اللاعب الصحيه، والجنوب افريقي او المنتخب بعت ايميل رسمي الى النادي الاهلي اختاروا فيه ان الخطوات الطبيه كلها 10/10، وان بيرستاو يستمر مع النادي الاهلي وما يسافرش لاداء المباراه مع منتخب جنوب افريقيا. فبيرستاو اللي من خلفي بيجري اخر مرحله في التاهيل، هي خلاص التاهيل يعني بيجري حوالين الملعب وبيخش الجيم، يبدا بقى يوسع خطواته ويبدا، انا شايف ما شاء الله الحمد لله ما فيش زكه خالص في جريته، فخلاص بيرستاو بيقترب بقوه من العوده مره اخرى مع النادي الاهلي. فالخبر المفرح ان بيرستاو مش هيسافر، في ثقه كبيره جدا في الجهاز الطبي للنادي الاهلي، وجنوب افريقيا اختارت النادي الاهلي ان عندهم ثقه كامله في الجهاز الطبي في النادي الاهلي، فبيرستاو مكمل مع النادي الاهلي. اللعيبه الدوليه اللي موجوده ما بين النادي الاهلي الجهاز الطبي هنا والجهاز الطبي لمنتخب جنوب افريقيا، بالتالي عايز اسالك على الموعد المتوقع عوده بيرستاو فيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق يا شريف. خلاص انت بتتكلم زميلي امير في 10 ايام، اقل من 10 ايام كمان، بيرستاو ما شاء الله بينفذ البرنامج كما يجب ان يكون، استجابه العضله في الشفاء استجابه سريعه جدا، الاجهزه الطبيه الحديثه جدا اللي موجوده داخل النادي الاهلي، كل شويه الاهلي بيجري الاشاعات اللازمه عشان يتابع الحاله اول باول، لا الحاله مبشره جدا. ومن خلف بيرستاو يمكن زميلي طبعا المصور لو حب يركز مع بيرستاو بيجري عمليه التاهيل خاص وحصري لشاشه قناة النادي الأهلي، بيرستاو في صورة حصرية الآن أمامك زميلي أمير بيجري مرحلة التأهيل الخاصة ببيرستاو، خلاص كلها أيام قليلة جدا ويرجع مرة أخرى ينور التتش ويرجع مرة أخرى مع باقي زملائه لاعبي النادي الأهلي. تمام، ده أمر مهم. الدوليين مش موجودين طبعا في المران النهاردة بناء على التنسيق مع جهاز الفني المنتخب مصر الأول، فبالتالي اللي تم اختيارهم في معسكر المنتخب اللي هيكون بداية من الغد مش موجودين النهاردة في التدريبات صح؟ طبعا مش موجودين، بس حضر علي معلول عشان يجري استشفى، ايمن اشرف، ميكيسوني، من بكره محدش هيكون موجود بقى خالص في المران، كل هيروح لمنتخباته، اجاي مش موجود، شناوي مش موجود، خلاص الكل اللي مركز مع المنتخبات كلها، ولكن حضر ايمن اشرف وميكيسوني وعلي معلول لاجراء بعض الجلسات الاستشفائيه قبل مغادره المران طبعا والذهاب الى المنتخبات. طيب أخيرا وسريعا يا شريف، في مباراة ودية بكرة؟ تمام، بكرة في الرابعة والنصف عصرا مباراة ودية أمام فريق الغابة، وبإذن الله تكون منقولة خاص وحصري على شاشة قناة النادي الأهلي شاشة التميز. وخليني أخيرا زميلي أمير أطمنك على حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمد وطاهر، محمد طاهر وكهربا ومتولي، خلاص بتتكلم كلها إجهاد وحاجات بسيطة جدا، يوم يومين بكتير قوي هيكونوا مشاركين في المران، محمود متولي بإذن الله أقل من أسبوع بإذن الله وهيكون مشارك في المران مع باقي زملائه بإذن الله. يا شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي كان معنا من استاد مختار التتش على الهواء مباشرة، وقال لنا كل التفاصيل بشكل دقيق جدا فيما يتعلق بكواليس مران اليوم واستئناف النادي الأهلي لتدريباته، وأعتقد حطينا كل جماهير النادي الأهلي في الصورة فيما يتعلق بكل كبيرة وصغيرة بتخص الفريق. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل فقرات الحلقة. يلا، أخبار الأهلي في السوشيال ميديا وبالتحديد في الحسابات الرسمية في ترند الأهلي،
نبتدي بحساب فلاش كوره واللي بيقول ان الاهلي يملك ضعف عدد بطولات اقرب منافسيه. تعرف على اكثر تتويجا من البطولات المحليه، الاهلي 90 بطوله محليه، الزمالك 44، وبعد كده عدد من انديه الدوري باعداد بطولات قليله جدا، لكن الفارق واضح. يعني الترسانه الاتحاد الاسماعيلي مقاولين بعد الزمالك 7-6 5-5، فبالتالي تفوق الاهلي محليا معروف، يعني الموضوع مش محتاج كلام كتير. خلينا نروح لحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقول مصدر بالاهلي قال يلا كوره يعني لجنه التخطيط تناقش ثلاث ملفات مع موسيماني: خطه الاستعداد للموسم الجديد بديهي، امكانيه اقامه معسكر داخلي بديهي برضه مفيش مشكله، اللجنه تفتح ملف امكانيه اضافه عناصر جديده للجهاز الفني مع موسيماني، ده هيكون بالتنسيق مع الجهاز الفني، والقرار الانسب هيتم اتخاذه برضا الجميع. يعني الموضوع برضو بسيط جدا، لان البعض بيحاول يعمل في الجزئيه دي ان هي ازمه يعني ويضخم الامور. يعني نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي بيقولوا ان الاهلي يناقش عرض فيوتشر لضم ناصر ماهر. ناصر ماهر جاي له عروض كتيره جدا جدا في الدوري، موسيماني مش في حاجه للاعب، تمام، فبالتالي بيتم دراسه العروض دي والانسب بالنسبه للنادي الاهلي وللاعب، وفي الاخر هيتم الاستقرار على الواجهه الجديده لناصر ماهر. لاعب مميز، نتمنى له كل التوفيق في كل الاحوال. هروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نتكلم في بعض الاخبار العالميه وناخد كمان تفاعل حضراتكم، يلا بينا. طيب الترند العالمي وابرز الاخبار العالميه، ونبتدي كالعاده بنجمنا المصري الكبير محمد صلاح، و يعني خبر من حساب في الجول على تويتر بيقولوا ان صلاح يبتعد كثيرا عن شارة القياده بعد ما كلوب اعلن السته بالترتيب اللي يعني يكون ليهم شارة القياده. هو قال لك ايه؟ قال لك السته اول ثلاثه او كابتن الفريق بشكل طبيعي هو هندرسون، بعديه ميلنر، وبعد كده فان دايك، وبعد كده تم التصويت على ثلاث لعيبه اخرين بخلاف الثلاثي الاولاني، وتم الاستقرار على مين؟ ترينت الكسندر ارنولد الباك رايت، وروبرتسون الباك ليفت، واليسون بيكر حارس المرمى. فبالتالي صلاح كده بيبتعد عن شارة القياده بعد ما تداها السنه اللي فاتت في احدى المباريات. لكن صلاح انا يعني حاسس ان هو محتاج يتقدر بشكل اكبر من كده في فريق ليفربول، نظرا لما يقدمه من انجازات وارقام غير طبيعيه مع ليفربول اللي كان بعيد تماما عن الالقاب يعني. لكن في كل الاحوال دي بتبقى وجهات نظر. خلينا نروح كمان لحساب ميرور على تويتر، واللي بيقول ان رامي عباس وكيل محمد صلاح اعاد نشر تغريده تشيد بانجاز اللاعب، وكتب عليها نعم، ليوجه رساله لاداره النادي. انتوا عارفين ان لسه يعني ملف التجديد لمحمد صلاح والمبلغ مثلا اللي ممكن يكون مطلوب لمحمد صلاح عشان يجدد مع ليفربول، ففي يعني زي ايه جولات ما بين رامي عباس اللي هو وكيل محمد صلاح وملاك ليفربول بخصوص هذا الملف. فرامي عباس بيستغل تألق محمد صلاح علشان يقدر يحصل على الرقم اللي يكون عايزه لمحمد صلاح في عقده الجديد. فيعني الراجل بيبرز تفوق محمد صلاح، ودي حاجة أو دور لوكيل اللاعب بشكل طبيعي يعني. خلينا كمان نروح مع خبر آخر، وده من حساب الديلي ميل على تويتر، واللي نشر تصريحات خاصة لبيتر كراوتش، طبعا أحد أبرز اللاعبين في ليفربول سابقا، واللي قال إن صلاح ظاهرة، وإن تيري أونري وسيرجيو أجويرو فقط من وصل لهذا الإنجاز من كلاعبين أجانب، إن هو يوصلوا ل 100 هدف في أقل عدد من المباريات. فبالتالي قال مع ذلك لا يزال هناك شعور بعدم التقدير تجاه محمد صلاح، ولا يمكنني أن أضع أصبعي على السبب، ربما يرجع ذلك إلى أن الأرقام المذهلة اللي بيحققها في كل موسم جعلت الأمر طبيعيا. إذا قارنا صلاح بفرناندو توريس مثلا أو لويس سواريز للحظة، سنجد أن صلاح أو هم بيحظوا بتقدير أكبر عند ليفربول وجماهيره، رغم أن صلاح بيدي ناتج أكبر. فكلام مهم جدا في حق محمد صلاح من بيتر كراوتش، مهاجم كان مميز جدا. ده بخصوص الترند العالمي. تعالى ناخد مشاركات حضراتكم بشكل سريع، ورأيكم أو تعليقكم على سؤال الحلقة والشكل اللي ممكن يظهر به بطولة الدوري السنة الجديدة. نبتدي بحسين اللي قال إن الدوري من دور واحد ده أنسب حاجة، يعني اختار الخيار الثالث، تمام. خلينا ناخد يوسف مصطفى واللي قال دوري من دور أول ودور تاني مجموعتين، وإن شاء الله يكون الأهلي بطل. حاضر. طيب دي ابرز التعليقات بالنسبه لحضراتكم، يعني كنت حابب اخد تعليقات اكتر من كده لكن الوقت للاسف دايما ما بيساعدناش.
فبالتالي دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.